مرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، إن العلم الشرعي عظيم الفائدة، كبير العائدة، والمعلوم أن العلم الشرعي ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين. أما القسم الأول فهو علوم الغاية، وهي العلوم المقصودة، وهي تعود إلى ثلاثة أمور: القرآن وتفسيره، والسنة وشرحها، وما يفيده القرآن والسنة، وما دل عليه القرآن والسنة، وهو الفقه بقسميه: الفقه الأكبر وهو العقيدة، والفقه الأصغر وهو الفروع الفقهية. فتكون علوم الغاية على وجه التفصيل القرآن الكريم والتفسير والسنة وشرح السنة والعقيدة والفقه. وأما القسم الثاني فهو علوم الآلة، وهي العلوم الموصلة إلى علوم الغاية، والخادمة لعلوم الغاية، وهي الحبل الواصل بين طالب العلم وعلم الغاية. ومن رام الوصول بغير حبل فقد رام المحال. فلا بد لطالب العلم حتى يصل إلى علوم الغاية من إدراك ما لا بد منه من علوم الآلة. ومن علوم الآلة كما تعلمون النحو والبلاغة وأصول التفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه. ومن أنفع علوم الآلة وأجمعها علم أصول الفقه، إذ أن فيه زبدة علوم الآلة. تجد في أصول الفقه علوم الآلة كلها، فتجد فيه أهم مسائل النحو والبلاغة، وتجد فيه أصول التفسير على نزاع بين أهل العلم. ما هو الأصل؟ هل الأصل هو أصول الفقه، هو أصل لأصول التفسير، أم أن الأصل هو أصول التفسير وهي أصل لأصول الفقه؟ والمقطوع به أن الأصل للأمرين هو اللغة العربية، وأن التأليف في أصول الفقه أسبق من التأليف في أصول التفسير. وتجد في أصول الفقه أهم مسائل مصطلح الحديث، فأصول الفقه من أهم وأنفع علوم الآلة. وقد أحسن الإخوة حيث اقترحوا أن تكون هذه الدورة في علم أصول الفقه، وأن تكون على وجه الخصوص في كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والمعلوم يا أحبة أن هذا الكتاب يصنف في صغار العلم، إذ كل علم له صغار
وله أواسط وله كبار. والمقصود بصغار العلم ليس التقليل، وإنما المقصود بصغار العلم ما يتعلق بكليات العلم وأصول العلم، ويضبطها أنه لا غنى لطالب العلم عنها. ما لا يستغني عنه طالب العلم في ذلك الفن يسمى صغار العلم. ما لا يستغني عنه طالب العلم في ذلك الفن يسمى صغار العلم. وأواسط العلم يكون فيها بسط ذلك العلم من غير تعرض للخلاف، إلا أن يكون ذلك من الخلاف اليسير. وكبار العلم هي التي يتبحر فيها في العلم وفي الخلاف في ذلك العلم. ومنهج العلماء الربانيين أنهم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا هو المنهج الرشيد لطالب العلم، أن يبدأ في تعلم صغار العلم قبل أن يتعلم كباره. وقد اعتنى العلماء بهذا التقسيم، ولذلك تجد في كل علم متونا مختصرة وكتبا متوسطة وكتبا مطولة، من أجل أن يتنقل طالب العلم بينها، فيبدأ بصغار العلم ثم ينتقل إلى الأواسط ثم ينتقل إلى المطولات. ولما غاب هذا المنهج عن كثير من طلاب العلم ضعفت القوة العلمية عند كثير من طلاب العلم، فأصبحت تجد مثقفين في العلم لكن لا تجد متمكنين من العلم، لأنهم لم يسيروا على منهج العلماء الربانيين في هذا الباب.